خمس طرق تعلمك ازاي انك تقدر تسيطر على الجوع في اول الدايت. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده معاكم عم شعراوي. هنتكلم النهارده في الحلقه دي عن موضوع مهم جدا، وهو اللي الناس لما تيجي تبدا تعمل دايت بتواجه يعني جوع شديد جدا في الاول، بالتالي بيبوظ الدايت ما بيقدرش يستمر، او الناس حتى اللي كانت ماشيه على دايت وقدرت تخسر مثلا 20 30 كيلو حصل لهم دروب في النص فزاد مثلا 5 ل 10 كيلو، فبيجي يبدا يمشي تاني على الدايت بيواجه صعوبه جدا في انه على طول جعان، بالتالي بيبوظ مش قادر يستمر في الدايت. اول غلط او اول طريقه انت تتفاداها تماما عشان تبدا تقلل عندك الشهيه او الجوع في بدايه الدايت، انك بتبدا تقلل الاكل مره واحده. انا النهارده ما ينفعش شخص طبيعي مثلا كنت باكل من بره، باكل اكل غير صحي بسعرات عاليه جدا مثلا 3-4000 سعره، ومره واحده اجي امشي على دايت مثلا اكل فيه وجبتين او اعمل صيام متقطع او اعمل اي حاجه بتقلل فيها السعرات مثلا لدرجه 1000 سعره او 1500 سعره، بالتالي ده بيؤدي الى مشكله انك بتحس على طول بالجوع، بالتالي بتبدا تبوظ. يبقى رقم واحد والخطا اللي الناس بتقع فيه هو الناس بتبدا تقلل الاكل مره واحده. لا، انت مفروض تبدا تقلل الاكل تدريجي بحيث انك ما تجوعش نفسك جامد فترجع انك تبوظ الدايت. رقم اتنين، وهنا لما تيجي تبدأ تقلل الاكل تدريجي لازم تهتم انك تكون شبعان في اول اسبوع اسبوعين. دايما بيجي لي ناس حتى مثلا هو يكون ماشي مع نفسه مثلا 1700 سعرة 1500 سعرة، بنبدأ على طول احنا نحط 2000 او 2200 سعرة او حتى 2300 سعرة في الاول، فهو بيحس لو مستغرب، وبعد كده جسمه ممكن يبدأ يزيد شوية او يحبس شوية مية، فبيقول لي لا انا عاوز ابدأ اقل. هنا الغلط الناس بتبدأ تقع فيه انه بيجي في الاول لما يجي يبدأ يعمل الدايت يبدأ يجوع نفسه. هنا لا يفضل تماما انك تجوع نفسك. مفروض انا النهارده لما اجي ابدا اعمل دايت مفروض انا احس ان انا شبعان، لان في الاول طبيعي الاراده عندي بتبقى قليله جدا، وفي نفس الوقت لو حسيت باي جوع او حاجه ممكن اتجه للسكريات او ابدا ابوظ الدايت، فبالتالي بحاول احافظ على قدر من الشبع ويكون مفيش جوع غالبا من اول اسبوع لاسبوعين، وفي نفس الوقت هتخسر دهون لان انت اصلا كنت بتاكل اكل غير صحي. مجرد لما تبدا تاكل اكل صحي بالتالي بيشبعك، بالتالي هتبقى سعراته اقل من الاكل انت كنت بتشتريه من بره او الاكل الضار، بالتالي هتبدا تخسر دهون وفي نفس الوقت انت شبعان، وخصوصا لو انت نسبه دهونك عاليه. رقم 3، وهو انك حاول تشرب 4 لتر متوسط على مقدار اليوم. انا دايما بقول للناس اللي بتنسى قبل كل وجبه او مع كل صلاه اشرب لك كوبايتين ميه او نص لتر، ما تحاولش تشرب لتر مره واحده او لتر ونص مره واحده، لا حاول توزعهم على مدار اليوم. الابحاث العلميه اثبتت ان الناس حتى اللي بتشرب ميه بس نص لتر بيبقى معدل حرق بيرتفع بعد شرب الميه دي بنسبه 30%، غير طبعا الابحاث العلميه الثانيه اللي احنا نبدا نتكلم عنها قدام، ان شرب الميه بس لوحده كفيل انه يبدا يساعد جسمك في حرق الدهون. وفي نفس الوقت الميه بتديك احساس بالشبع، وغالبا لو انت ساعات كده بتبقى انت جعان في نص اليوم، جرب بس لو انت جعان كده في نص اليوم حاول تروح تشرب نص لتر ميه وتشوف اخبار الجوع ايه وبكتب تحت في الكومنتات. رقم 4، حاول تزود البروتين النباتي او الحيواني، يكون في كل وجبه بروتين نباتي او حيواني على حسب مقدرتك الماديه، لان البروتين جسمك بيستهلك طاقه في انه يهضمه، بالتالي بيبدا يرفع معدل الحرق، وفي نفس الوقت بيقعد فتره انه يهضمه فبيقعد في البطن فتره كبيره، بالتالي بيديك احساس بالشبع. طبعا حاول برضو تدخل السلطه في كل وجبه، حاول انك بتكون بتدخل جنب البروتين طبق سلطه، بالتالي هنا هتبدا تقلل الجوع في الاول تماما وهتقدر توصل لهدفك باذن الله. رقم 5، وهو انك تبدا تشرب مشروبات بتساعد على رفع معدل الحرق، حاجه بسيطه وفي نفس الوقت بتبدا تقلل الشهيه، زي الجنزبيل، الشاي الاخضر، القهوه او النسكافيه بلاك او جولد بس طبعا بسكر دايت، او بمعلقه عسل ابيض، وفي نفس الوقت المشروبات دي هتبدا تحاول الى حد ما تقلل عندك الشهيه شويه عشان تقدر تستمر في الدايت. بس هنا في ناس بتبدا تستخدم المشروبات دي في الاول وبتستخدمها غلط جدا، خصوصا الناس اللي وزنها عالي بتبدا عاوزه انها تشبع، فبيبدا يشرب له 3 جين قهوة في اليوم او مثلا 3-4-5 شاي اخضر في اليوم، بالتالي عشان يبدأ يقلل الشهية عنده عشان يأكل اكل قليل فيبدأ يخس بسرعة. انت تعمل كده في الاول وفعل المشروبات ده تبدأ تقلل عندك الشهية، بس هتيجي بعد كده هتزود عندك الجوع جدا وبالتالي هتبوظ كل حاجة، فبالتالي حاول تستخدم المشروبات دي في الحد المعقول. يعني هي مش معنى انها بتبدأ تقلل الشهية عندي ان انا ابدأ ازود منها عشان ابدأ اقلل الاكل جامد عشان اخسر بسرعة، لا انا بستخدمها عشان تبدأ تقلل الشهية عندي، وفي نفس الوقت باكل اكل متوسط زي ما انا قلت، انا بقلل الاكل تدريجي مش مره واحده عشان ابدا اوصل لهدفي. وبكده احنا قلنا 5 نقط ازاي انك تقدر تسيطر على الجوع في اول الدايت، حاول تطبقهم وارجع اكتب لي تحت، ولو واجهت اي مشكله ارجع اكتب لي تحت وهرد عليك. كان معاكم عمو شعراوي، لو عندك اي سؤال في التغذيه والتمرين تقدر تسال تحت في الكومنتات وهرد عليك، وتقدر تعرف كل تفصيل المتابعه الاونلاين هتلاقيها في صندوق الوصف. السلام عليكم.